في مجتمع، وهو الذي يفسر طغيان الميثولوجيا، مش المثل، خلاف كبير، طغيان الميثولوجيا الخرافات هذا المرض على مخيال المواطنين في المجتمعات التي لم يحللها ولم يعتني بتحليلها بما يحدث فيها الأنثروبولوجي المؤرخ واللساني والسوسيولوجي وعلم النفس وجميع علوم الإنسان والمجتمع، يجب أن تدرس، ويجب لتدريسها طبعا يجب علينا أن نهيئ بالبحوث العلمية العليا وباستنجاد الباحثين الذين يقومون بهذه الأعمال التي لم نفكر فيها بعد إلى يومنا هذا. إذن نعم مع الأسف لي أشياء كثيرة أضيفها كم يعني اختصار. طيب أحسن ينام. نعم. المرحلة الثالثة هي المرحلة التي فكرت على نتائج الحرب العالمية الثانية وعلى نتائج الحروب للاستقلال من الاستعمار، وظاهرة الاستعمار كظاهرة تاريخية في تاريخ تلك أوروبا التي أعلنت بحقوق الإنسان وجددت الدعوة إلى حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 48 بعد الحرب، وفي هذا كله فشل. وكيف إذن نسترد ديناميكية العقل، عقل الأنوار، وكيف ننطلق من جديد ونخرج من المآزق التاريخية التي أدت إليه الأنوار المزيفة والأنوار التي أصبحت خطابات خاوية ليست لها معنى وليس لها تطبيق؟ وهذا ما جعلني أدعو في ما يخص المجتمعات الإسلامية إلى ممارسة الإسلاميات التطبيقية ودراسة والبحوث في هذه العلوم في الستينيات وفي السبعينيات وفي الثمانينيات إلى التسعينيات. هناك تغيير آخر بعد التسعينيات لأنه أيضا نحن في أزمة أخرى، وهذه الأزمة تمس عقل الأنوار، الأزمة التي نحن فيها الآن والتي دخلنا فيها منذ الحرب الأولى هنا في هذا البلد في الخليج، الحرب الأولى، حرب تحرير الكويت، حرب التحرير والكويت، ولكن مسؤولية الغرب كبيرة في 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 هذه الحرب الأولى والحرب الثانية طبعا أكثر. وهذه الأزمال لا يتسع للوقت لأقدم لكم الشروط الجديدة التي يجب أن نساهم في التقيد بها وفي تطبيقها لفهمنا للأنوار، لكي لا نغفل الجوانب السلبية والجوانب التي تنتمي إلى المخيال أكثر مما تنتمي إلى تأييد العقل، هذا لكي لا نفكر كما فكر الباحثون والمفكرون في القرن التاسع عشر في عهد النهضة، ما نسميه النهضة
لأن هؤلاء في ذاك الوقت ما كان لديهم الوسائل التي تمكنهم من تقديم الأنوار كما يمكننا الآن أن نقدمها كما حاولت أن أقدمها في هذه الأمسية لكم. إذن أظن يجب أن أحترم إشارة رئيس الجلسة وأيضا أحترم قدرتكم للصبر، وأود أن أشكركم مرة أخرى على هذه الفرصة. أود أن تتجدد هذه الفرص بينكم، يمكنكم بينكم أن تتبنوا هذه الممارسات لنقد جميع أنواع ومراتب المعرفة جميعها، دينيا كانت أم علمانية. يجب دائما أن يكون العقل مستعد ومنتبه إلى ضرورة النقد. كل جملة يركبها الإنسان وينطق بها تدعو إلى مراجعتها لاكتشاف ما فيها مكمون من الإيديولوجيا والتورط في الخطاب الخاوي، في الخطاب الذي يعطي قوة للمخيال، والمخيال الاجتماعي الذي يتغذى بهذه المعارف المزيفة فيها خطر كبير، وهذا الخطر نعيشه منذ مش فقط سبتمبر، ولكن نعيشه منذ الخمسينيات أظن. هناك إعادة النظر للنهضة، لتاريخ النهضة من هذه الزاوية، وخاصة لما جرى في مجتمعاتنا العربية منذ الاعتراف بدولة إسرائيل في منطقتنا، وما استتبعه هذا بالنسبة إلى ما تعرفونه. ولكن نحن لا نزال غير مهيئين لطرح الأسئلة مثلا في المقارنة بين الأديان الثلاث التوحيدية اليهودية والمسيحية والإسلام طبعا، وجميع الندوات التي تنظم في العالم للحوار، حوار الأديان وحوار كلها معظمها، مش لا أقول كلها، معظمها لا تتبنى هذا النوع من المقاربة ومن الطرح للمشاكل العويصة التي لا تزال عرقلة لدينا. شكرا على الدكتور محمد أركون. لعل هذا التصفيق هو دليل على أن الجمهور لم يغلبه النعاس كما اقترحت، وهذه الوجبة الثقيلة من الأفكار الذي قدمها أستاذنا الكبير تحتاج ربما إلى بعض المناقشة، والمنظمون تركوا وقتا لهذه المناقشة وطلبوا مني مسبقا أن أدعو أولا الضيوف الكرام القادمين إلى الكويت إن شاء الله، وسوف توزع ورقة كما فهمت لمن يريد أن يعلق بعد ذلك. أبدأ يعني حنعطي دقيقتين فقط للزملاء. دكتور سعد البازعي إذا أراد أن يتكلم. مظفر شكرا جزيلا. حنأخذ دقيقتين دكتور. دقيقتين تفضل. شكرا جزيلا لهذه المناسبة، وشكرا لأستاذنا الدكتور محمد أركون على ما أتحفنا به هذا المساء. الحقيقة أنني كتبت تعقيب طويل نسبيا، ولكني سأذكر بعض الأفكار الرئيسية التي وردت فيه
وقد استوحيت بعضها الآن مما ذكره الدكتور أركون. ذكر الدكتور أركون وردت ورد في حديثه جملة تشير إلى